ومن أسباب نيل محبة الله الإكثار من الطاعات والنوافل بعد أداء الواجبات والفرائض. الإكثار من النوافل تقربا إلى الله بعد أداء الفرائض والواجبات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل العمرة، نوافل الحج والعمرة، نوافل الأذكار، تلاوة القرآن، الأعمال الصالحة، الصدقات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعانني لأعيدنه. يصبح عبدا ربانيا، يصبح عبدا ربانيا، يسمع بقوة الله، ويبصر بقوة الله، ويبطش بقدرة الله، ويمشي بقدرة الله حتى أحبه. فإذا الإكثار من نوافل العبادات، صلاة الضحى، صلاة قيام الليل، ركعتين تحية المسجد، صلاة سنة الوضوء، صيام الاثنين والخميس، صيام عاشوراء، صيام داس عام عاشوراء، صيام يوم عرفة، صيام الاثنين ثلاثة أيام البيض. هكذا أيها الإخوة، صياما وقياما وتلاوة وذكرا لله، كل هذا من أسباب قرب العبد من ربه حتى ينال محبة الله. القرآن سيد الأذكار، القرآن كلام الله، من أفضل ما يتقرب المتقربون إلى الله من كلامه. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحبه الله فليقرأ في المصحف. من سره أن يحبه الله فليقرأ في المصحف، فلينظر في المصحف، وليقرأ كلام الله، وليتدبر كلام الله. كان السلف الصالح يسمع له دويا كدوي النحل القرآن في بيوته. كان أحد من استيقظ، إذا استيقظ من الفجر نظر في المصحف، وكان كثير منهم يعالجون أمراض عيونهم ويستشفون من أمراض عيونهم بالنظر في المصحف. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن كثيرا من المسلمين قد هجروا كلام الله، قد هجروا كتاب الله. والله سبحانه، والله جل جلاله يقول: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صار القرآن لا يبدأ إلا عند الموت، وصار لا يبدأ إلا في المناسبات. وكان السلف الصالح يجعلون له وردا مع القرآن، فهذا يختمه في ثلاث، وهذا يختمه في أسبوع، وهذا في 10 أيام. وكانوا في رمضان لا يعرفون إلا القرآن. ونحن الآن بين يدينا رمضان، سيقدم علينا رمضان بعد نحو ربما 3 أسابيع أو أقل. فنحن الآن في شعبان، ورمضان على الأبواب، فعلينا أن نستعد أيها الإخوة، لأن شهر رمضان من مواسم الطاعات، فعلينا أن نوطن أنفسنا على استقبال هذا الضيف العزيز، وعلى الإقبال على الله، وأن نجعل من رمضان رحلة مباركة، وأن نجعل من رمضان يعني مصحا لنفوسنا ولقلوبنا، وكبحا لشهواتنا. والله نسأل أن يبارك لنا في شعبان،
كثيرون تمنوا ان رمضان الفائت ولكنه حين بينه وبين ما يشتهون وقضي عليه بالموت. فادعوا الله يا اخواني ان يبلغكم رمضان، وادعوا الله تعالى ان يجعلكم من احبابه واحباب رسوله صلى الله عليه وسلم. واحبوا اخوانكم في الله ليحبكم الله. فالله عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتساوين فيه والمتبادلين فيه، اليوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. واحد زار اخته في الله في قريه، فارسل الله على مدرجته ملكا، قال له: اين تبادل؟ اين تعمل؟ قال: ازور اخي في الله في هذه القريه. قال: انك بالنعمه ربها عليك، يعني انت اعطيت الزيت لي نعمه الخير وتريد ان تستمره. قال: لا، انما حبا في الله. قال: فاني رسول الله اليك، ان الله يقبلك السلام ويخبرك انه يحبك كما احببته فيه. فاوثق الايمان الحب في الله والبر بالله والاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ومن السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كيف يكون المسلمون قوه واحده، وكيف ينتصرون على عدوهم اذا لم يكن المحبه بينهم؟ اذا كان بينهم العداوه والبغضاء، كيف ينتصرون على اعدائهم؟ وكيف يمكن لهم في الارض؟ والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اسال الله تعالى باسمائه الحسنى ان يجعلني واياكم من احبابه واحباب رسوله. واسال الله تعالى ان يؤلف بين قلوب المسلمين، وان يجمع كلمتهم على الحق والدين، وان يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.